مساء الخير ابو شوكات. يسعدني هالمساء ابو شوكات. علي خير يا طيب. شلون بده يجيني النوم وانا لحالي هون؟ يبعت لحم التناحة ويباسة الراس، كنت ضليت عند عصام. قولي. اهلا وسهلا برجال. يا عليل بالملي عليك بالملي. عزبناك معنا وخليناك تعمل الشاي. شو عم تحكي يا ابو الحكام؟ هذا واجبنا. عمي ابو شوكات، انا جايك بطلب. انت بتأمر ابو الحكام، واذا بنقدر عليه لعيونك. انا قلت لحالي انا من طول عمري عايش وحداني، فقلت انه كمل نص ديني وبتكل على الله. خير ما بتعمل، والله خير ما بتعمل. بقى جاي اطلب منك ايد مرت عمك ام توفيق سنة الله ورسوله. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا ابو الحكام، بس يعني انا بصراحه ما بقدر بت من عندي، بدنا ناخذ شور الجماعه. ايه شو علي حقك ابو شوكه، مثل ما بتعرفوا لاخونا ابو الحكام وانا بعرفه لابو الحكام، وحاره الضبعه بتعرفه وكل حارات الشام بيعرفوه. رجال معدل بسكرته ابضاي ما في منه، وصاحب كان وبنقصه شيء. الله وكيلك بنقصه شيء بنوره. ما في داعي تنكيل، ابو الحكم معروف قبضاي وزقرت. بس برجع بقلكم، يعني الشغله مو عندي، بدنا ناخذ شور الجماعه. ولا عم بحكي غلط ابو الحكم؟ ايه 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 شو عليه عمي شو عليه، خذ راحتك وانا ناطرك، ان شاء الله بصير خير. شبو شاي.